كل أمر في هذه الحياة إذا أنت كان عندك الإرادة فأنت تستمر مهما كانت الظروف، مهما كانت العراقيل، مهما كانوا الأشخاص اللي بيحاولوا يسرقوا أي تقدم أنت بتوصل له أو أي خطوة للأمام أنت بتحققها. الناس بتحاول إنه تحطك. هناك أشخاص اسمهم سارقي الأحلام، أنا بسميهم سارقي الأحلام. يعني أنت لما بتطلع وبتحكي عن مثلا هدف بحياتك، أو لما بتحكي عن مثلا طموح بحياتك، يعني بيكونوا أول الناس الموجودين لإحباطك وأول الناس الموجودين لإفشالك. هؤلاء الناس بسمون دراكولات الطاقة. دراكولات الطاقة الإيجابية يعني مصاصي دماء الطاقة الإيجابية، وبالتالي الناس اللي يعني في كتير أشخاص بتأثر بهذا الأمر، في كتير أشخاص تحبط وتتراجع إلى الوراء ولا تحقق أي تقدم في ظل وجود هؤلاء الناس. وهؤلاء الأشخاص موجودين في كل زمان وفي كل مكان حقيقة يا جماعة. لذلك عليكم إنكم تمضوا في أي طموح، في أي حلم، في أي خطوة إلى الأمام، مهما كانت هذه الخطوة، إن كان في المجال العملي وإن كان في المجال الاجتماعي وإن كان في المجال العاطفي، إن كان في مجال علاقة عاطفية أو علاقة زوجية. حكموا عقلكم، لا مانع من أخذ رأي الناس، لا مانع من يعني، وعلما أنه يعني لا يفضل أخذ كثير رأي كثير من الناس، يعني المحيط القريب أو الدائرة القريبة يمكن أخذ رأيه، وبعدين أنتوا القرار لكم. هناك أمر للأسف، نحن في مجتمعاتنا أن القرارات التي تؤخذ لا تؤخذ من قبلنا، تؤخذ من قبل العائلة وتؤخذ من قبل المجتمع المحيط، إن كان في اللبس، إن كان في المستقبل. ولاحظنا وملاحظ كان في كثير من الأحيان بنشوف أنه الأهالي هن اللي بيقرروا عن ابنهم شو بده يدخل بالجامعة بعد ما يخلص بكالوريا. الأهل هن اللي بيقرروا عن ابنهم مين بده يتجوز ومين بمين بده يرتبط، وهي وافقت عليها أمه وهي ما وافقت عليها أمه، وهذا وافق عليه أبوه وهذا ما وافق عليه أبوه، وبالتالي قراراتنا ليست منا. وبالتالي عندما نفشل بتلاقونا إذا أردنا العودة لمن اتخذ عنا القرار يتخلى عنا حقيقة. لذلك خذ قرارك وتحمل مسؤولية قرارك في أي مجال من مجالات الحياة، كما قلت، إن كان في مجال الدراسة وإن كان في مجال العمل أو في المجال العاطفي أو العلاقات العاطفية أو الزوجية. خلينا نقول الدروس اللي نحن يجب أن نتعلمها من الحياة. هناك أشخاص حقيقة لا يتعلمون دروس من الحياة، هناك أشخاص يتعلمون دروس من الحياة لكن لا يفعلون شيء، وهناك أشخاص يتعلمون دروس من الحياة ويحاولون أن يجسد هذا التعلم بسلوك يحقق الأفضل لهم. الناس اللي غير قادرين أو الذين لا يتعلمون دروس من الحياة ومن الأحداث ومن التجارب، هؤلاء حتما حتما هناك كوارث تنتظرون. في ناس ما بتتعلم ولا بدها تتعلم، في ناس تعرف انه هي على خطأ لكن لا تريد ان تعترف بان هي على خطأ، وهذا امر نحن يعني نبدع به نحن العرب، عدم الاعتراف بالخطأ وعدم الاعتراف بالمسؤولية وعدم تحمل المسؤولية. وانا تحدثت في فيديو سابق عن موضوع المسؤولية وقلت بانه نحن شعوب غير قادرة على الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية، من اصغر شخص الى اكبر شخص في هذا المجتمع، من اصغر مسؤول في هذا المجتمع الى اكبر مسؤول في هذا المجتمع او في هذه المجتمعات يعني. وبالتالي نحن كما قلت الاهل مثلا ما بيعترفوا بمسؤوليه انهم يزوجوا ابنهم او بنتهم الزواج الغلط، بيرموا دائما الغلط او بيرموا دائما الحق على الابن او الابنه. الاب غير مسؤول على الاعتراف بغلطه اذا غلط امام ابنه، الابن غير لا يعترف بالغلط او بتحمل المسؤوليه، اذا تحمل المسؤوليه امر جدا في غايه الاهميه، وهو عدم تحمل المسؤوليه ما وصلنا الى ما وصلنا اليه.
وبالتالي نحن ناس غير قادرين على التسامح، نحن غير قادرين على أن نسامح بعضنا البعض، نحن فقط يعني بننتظر بعضنا على الكلمة الغلط وعلى الهفوة وعلى السلوك الغلط لحتى نطعن ببعضنا، ولا حتى نذبح بعضنا، ولا حتى ننتقد بعضنا انتقاد لا يخلو من السب والشتائم. هناك أشخاص علمتهم الحياة أمور كثيرة وتعلموا ولا يريدون فعل شيء، خلاص قاعدين عم بيتفرجوا فقط، يعني يلعبون دور المشاهد فقط. انت اليوم في تجربة أذتك، بضل قاعد شهر شهرين سنة سنتين 10 سنين وقاعد على نفس القعدة، لا يريد أن يغير شيء. طب ما تعلمت، ما تربيت، لا بيعيد الكرة وبيرجع بيوقع بنفس الخطأ، وهو بيعرف انه هو على خطأ لكن هيك حابب يرجع يعيد يجرب ويرجع بيقع بنفس الخطأ. هناك أشخاص لا، تعلموا دروس كثيرة من هذه الحياة وحاولوا أن يحسنوا، وحاولوا أنهم ينظروا إلى الأمور بشكل أوسع وبشكل عام وبشكل أكبر. أنا أقول عادة للأشخاص الذين يعني لديهم هاجس يعني في الهجرة، الذين لديهم هاجس في هذا التساؤل حول الهجرة، لماذا نحن هنا، لماذا هاجرنا، أقول لهم الآن ليس المهم أن تسألوا هذا السؤال وتبحثوا عن إجابة عليه. إذا أمضيتم وقت طويل في محاولة الإجابة على هذا التساؤل، فالأفضل أن تعودوا إلى حيث جئتم. أما إذا كان هذا السؤال هو يعني قد يكون محفز لكم للمستقبل، تساءلوا هذا السؤال لكن لا تقفوا عنده كثيرا، وفكروا بالقادم، يعني فكروا بأنه نحن الآن هاجرنا، نحن في عداد مهاجرين لاجئين اللي بدكم يا سموه، لا توقفوا عنده كتير، فكروا بعدين في المستقبل. يعني أنا اليوم جبرتني الظروف، خلينا نقول جبرتني الظروف، بغض النظر عن هذه الظروف مادية مثلا أو حرب أو كارثة في مجتمعي، إلى أن أهاجر وإلى أن أكون في هذا المكان. طيب عود اليوم وفكر أنت شو بدك تعمل بعدين، شو المستقبل اللي منتظرك. حقيقة هناك خطأ أحيانا نقع فيه، وهو عندما نقول المستقبل الذي ينتظرنا. أعتقد هناك خطأ في هذه المقولة، نقول بأنه يعني المستقبل لا ينتظرك، المستقبل لا ينتظرك، أنت تصنع مستقبلك أنت. وهذا الأمر يعني بنسبة 80-90% أنت من تصنع مستقبلك، المستقبل ما بيستناك وهو اللي بيحقق لك ما تريد، لا أنت تحقق ما تريد وتصل إلى هذا المستقبل. ودائما المستقبل في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات يتحول إلى حاضر، وأيضا هذا المستقبل يتحول إلى ماضي، وتفكر بمستقبل آخر وتفكر بمستقبل جديد. يعني عندما نتحدث عن المستقبل نتحدث عن سنوات قادمة، نتحدث عن أيام قادمة. تعرفوا ليش نحن منخاف من المستقبل؟ منخاف من المستقبل لأنه لسنا على أرضية ثابتة، لأنه نحن خوفنا من المستقبل يعتمد على مقولة أنه ماذا ينتظرنا، ما هو المستقبل الذي ينتظرنا. عندما تأتي إلى فكرة أنه المستقبل ما بينتظرك، أنت اللي بتركض، أنت اللي رايح إلى هذا المستقبل، هنا يعني هذا يشكل حافز لأنك أنت تقوم بعمل، يشكل لك حافز بأنك تقوم بأي فعل تصل به إلى هذا المستقبل. أما والله قاعد عم تفكر والله المستقبل مستناني، إيمت يعني المستقبل بعد كم سنة مستنيك؟ أنت إذا قاعد أصلاً أنت ما حتوصل، مستقبلك هو حاضرك نفسه. يعني أنت عندما تجلس ولا تفعل أي شيء فمستقبلك هو نفس حاضرك. يعني لا ليش خايف؟ لا تخاف، لا تخاف أبداً من المستقبل، طالما ما عم تشتغل وقاعد على نفس القعدة سنوات فمستقبلك واضح، هو انت نفسك قاعد هيك قاعد. قد يسوء حال اصلا، قد يسوء حال مستقبلك، وهذا الامر يعني يجسد بحالة الجسد. لما انت قاعد هيك مثلا سنوات على نفس القعدة تصل الى مرحلة انه بيصير معك مشكلات على مستوى العظام، على مستوى الصحي، على مستوى الكوليسترول، قاعد بس عم تاكل
على مستوى الشحوم، على مستوى يعني ممكن تموت انت بارضك على هذه الحاله. هناك اشخاص اجسامهم ممكن يعني تتشقق من كثره الجلوس، لذلك بتشوفوا الناس اللي عندهم بدانه يعني كثير كبيره بتشوفوا في تشقق باجسادهم، وهذا امر غير صحي. والامر ينطبق على 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 حياتك انت العامه، لما انت بتضل قاعد طول الوقت، وهنا الجلوس ليس بالمعنى الحركي انما الجلوس بمعنى انك انت ما عم تفعل شيء الى مستقبلك، هنا الامور سوف تسوء. لذلك نحن بنخاف من المستقبل، وشكل هذا المستقبل يعني خوف كبير. خلينا نقول الحياه هي دروس، ناس تتعلم ناس ما بتتعلم، ناس تتعلم اللي بدها اياه وبتترك الباقي الدرس، وناس لا تاخذ الدرس كله وبتتعلمه وبتحاول انها تصحح اخطائها في الايام القادمه وفي السنوات القادمه، وهذا ما يحقق لها تقدم على المستوى الشخصي، المستوى الاجتماعي والتربوي ايضا، لانه ايضا الموضوع التربوي جدا مهم. حاليا عم نشهد ازمه على مستوى التربيه يا جماعه، ازمه حقيقيه على مستوى التربيه يلي ادت وتؤدي الى ما تؤدي اليه من انحراف. هناك متسع، دائما هناك متسع وفسحة من الأمل، دائما لازم ننظر إلى الشيء الإيجابي، في إيجابيات، في شيء إيجابي، الأمور السلبية موجودة، الأمور الإيجابية أيضا موجودة، عليك أنك تبحث عنها، لكن تبحث عنها في ذاتك قبل، بعدين تبحث عنها في المحيط. إذا لم تكن إيجابي لا تستطيع أن ترى أي شيء إيجابي، لا تستطيع رؤية أي شيء إيجابي إذا كنت أنت شخص سلبي. إذا كنت إيجابي تستطيع أن ترى السلبي وتستطيع أن ترى الإيجابي، وتركض يعني تلهس وراء الإيجابي.